السلام عليكم. اليوم راح أعرفكم على سيارة بتحمل أرقام قياسية. نعم، الدوج دورانجو يلي معي اليوم بتحمل أرقام قياسية. كونها SRT فهي حققت رقم قياسي كأسرع سيارة بثلاث صفوف للمقاعد بالعالم، فهي حققت تسارع من 0 ل 60 ميل بالساعة ب 4.4 ثانية، وكمان حققت رقم قياسي بالربع ميل أو الكورتر مايل ب 12.9 ثانية. يلا خليني أعرفكم أكثر على الدوج دورانجو SRT، وتعالوا نشوف كيف قدرت تجمع بين عالمين متناقضين، وهن عالم السيارات المسل كار أو العضلات الأمريكية مع عالم السيارات العائلية والعملية بامتياز. شو ممكن أقول لكم أهم ميزات الدوج دورانجو SRT؟ يمكن أبدأ بالشكل الخارجي وأحكي لكم عن كيف إنه زوايد SRT على هاي السيارة أعطت الدورانجو طابع شرس ورياضي كبير. فمع غطاء السيارة المرتفع من الوسط مثل باقي سيارات SRT واللي عم بيحصل على فتحات تبريد فعالة للمحرك، هذا زاد وأعطى طابع SRT للدوج دورانجو. وكمان الشبك الأمامي مثل ما احنا شايفين عم بيجي باللون الأسود الكامل واللي بيحمل فقط شعار SRT من الأمام. أو يمكن أحكي لكم عن هاي الجنوط الرائعة اللي عم تيجي باللون الرمادي واللي هي بقياس 20 إنش وبتزين بمكابح بريمبو الحمراء الواضحة طبعاً على كل عجلات السيارة الأربعة. وأيضاً ممكن أحكي لكم عن السيارة من الخلف وقلكم إنها حصلت على فتحتين للعادم كبار جداً اللي زادوا من الطابع الرياضي للسيارة، ولكن هذا كله مش مهم. أو يمكن أحكي لكم عن المساحة الكبيرة اللي عم تحصل عليها بصندوق الأمتعة اللي بيفتح كهربائياً أو عن طريق المفتاح، واللي هي بتوصل ل 481 لتر خلف صف المقاعد الثالث، وبتقدر تكبرهم بطي صف المقاعد الثالث هيك لتوصل ل 1360 لتر، أو تكبرهم لتوصلوا ل 2406 لتر بطي صف المقاعد الثاني، وهذا حجم أكبر من اللي بتحصل عليه الفورد إكسبلورر أو الجيب جراند شيركي، ولكن هذا كله كمان ما بهم. أو ممكن أبدأ لكم بالحكي من داخل السيارة عن مقاعد الجلد اللي عم تيجي باللون الخمري وبتحصل على باج SRT، واللي طبعاً قدرت تجمع بين الراحة والدعم الكافي لهيك سيارة، واللي طبعاً عم تيجي مع تحكم كهربائي وتدفئة وتبريد. أو ممكن أبدأ الكلام عن المواصفات داخل السيارة مع شاشة لمس بقياس 8.4 إنش لنظام الترفيه، واللي هو طبعاً يوكونكت من فيات كرايسلر مع نافيجيشن بلوتوث للاتصال، وبدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. والسيارة كمان فيها حساسات بالأمام وبالخلف وكاميرا لتساعدك على ركن السيارة، وطبعاً السيارة فيها تنبيه لأي حركة سير خلف السيارة، وبتتدخل كمان بالفرملة إذا حست بأي اصطدام محتمل من هاي الحساسات. وكمان ممكن أكلمكم عن النظام الصوتي بالسيارة اللي هو عم بيجي من بيتس أوديو، نظام صوتي رائع، أو عن النظام الكلايمت كنترول اللي بتقدر تتحكم فيه من هاي الأزرار الموجودة على التابلو أو بالتفصيل من شاشة اللمس، وهو طبعاً ثلاثي المناطق. ولكن هذا كمان مش أهم شيء بالدورانجو SRT. أو ممكن أبدأ الكلام عن لوحة العدادات اللي عم تحصل كمان على شاشة بقياس 7 إنش فيها معلومات مختلفة كتير. وشي حبيته بهاي الشاشة إنها موضوعة بإطار بيخليها تبين كأنها عداد عادي، وطبعاً تقدر أنت تخصص كل المعلومات الظاهرة على هاي الشاشة عن طريق الأزرار الموجودين على المقود، وطبعاً تقدر تتحكم بالنظام الصوتي ونظام الاتصال بلوتوث، وعندك أوامر صوتية كمان من زر بالمقود. والسيارة كمان اللي معنا الدوج دورانجو SRT عم تحصل على نظام تثبيت سرعة تكيفي Adaptive Cruise Control، وطبعاً كمان فيها نظام إعادة السيارة للمسار وتنبيهك بالنقطة العمياء، وعم تحصل للسلامة على 7 أكياس هوائية. ولكن صدقوني كمان هذا مش أهم شيء بالدورانجو SRT. أو ممكن أكلمكم عن المساحة الممتازة جداً بصف المقاعد الثاني، طبعاً مع وجود فتحات للتكييف هون بالأسفل وبسقف السيارة وتحكم منفصل للتكييف هون بالخلف، وطبعاً عندنا فتحتين لشحن الموبايل هون بالأسفل، وعندنا شاشتين بهاي المقاعد للمالتي ميديا، هاي بتهم أصحاب العائلات جداً. ولا تظنوا أن المساحة بصف المقاعد الثالث صغيرة، فهي كافية لجلوس شخصين بالغين وبكل راحة. كمان هذا مش أهم شيء بالدورانجو SRT.
يلي فعلا بهمك بالدوج دورانجو اس ار تي بيبدا عند هذا الشعار، وهو شعار محرك الهيمي في 8 سعه 392 كيوبيك انش، او بمقاييسنا هو محرك الفي 8 سعه 6.4 لتر، وهذا هو جوهر الدوج دورانجو اس ار تي. هذا المحرك يلي بيولد 475 حصان وعزم بيوصل ل 637 نيوتن متر، عم بقدر يدفع الدورانجو يلي بيوصل وزنها ل 2.5 طن تقريبا ل 100 كيلومتر بالساعة ب 5.3 ثانية، وعم بوصلها لسرعة 160 كيلومتر بالساعة ب 13 ثانية. وطبعا كل هذا عم بصير مع هذا الطرب اللي عم بصير عندنا ورا، صوت رائع من هذا المحرك، 190 كيلومتر بالساعة، ثبات رائع من الدورانجو SRT. هذا المحرك يطرب سمع كل محبي وعشاق محركات الـ V8 الأمريكية الكبيرة. ولتزيد متعتك بقيادة هذا المحرك طبعاً اتصل بجير بوكس من 8 سرعات، بمجرد ما تغير وضعية القيادة من أوتو لسبورت بتصير معدل انتقاله أو سرعة انتقاله بين سرعات الجير بتقل ل 50%. طبعا بنحصل مع بادل شيفترز خلف المقود لحتى تستمتع انت بقياده هاي السياره. واذا حطينا السياره بوضعيه تراك فالانتقال بين سرعات الجير عم بصير بوقت رهيب، هو 160 ملي ثانيه. فخلينا نجرب اب شيفت، داون شيفت، داون شيفت. فعلا فعالية كبيرة بانتقال الجير بين السرعات الثمانية، وهذا ما بزيد إلا بالحماس بقيادة هاي السيارة والاستمتاع بهذا الصوت الرائع. وأنا برأيي الدورانجو SRT هي من أكثر سيارات المسل كار أو العضلات الأمريكية ثباتاً اللي ممكن تشتريها. ليش؟ في عنا سببين. أولاً السيارة مجهزة بتعليق SRT رياضي بيتغير مع تغيير وضعيات القيادة، وطبعا لكونها SUV كبيرة فهي مجهزة بنظام دفع رباعي 4 wheel drive عم بيوزع القوة والعزم بين العجلات الأربعة، وهذا أعطى السيارة ثبات غير عادي كسيارة muscle car. وطبعا لمراقبة كل هذا الأداء والتسارع السيارة عم تعطيك نظام مراقبة الأداء أو performance pages اللي بتعطيك أرقام كتير مثل أرقامك على الحلبات إذا تاخد السيارة على الحلبة، بس في رقمين كتير حبيتهم وعم بيطلعوا على شاشة لوحة العدادات، وهو تسارعك من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة وتسارعك من 0 ل 160 كيلومتر بالساعة. وطبعا لتقدر تحقق هالتسارع الكبير بالخطوط المستقيمة في عنا زر launch اللي بيجهز كل من المحرك، السسبنشن، الاول ويل درايف سيستم والجير بوكس ليعطوك اعلى اداء واعلى تسارع بالخط المستقيم. خليني اسمعكم كمان شويه صوت رائع من محرك الهيمي في 8 هاد. فعلا ما في حدا راح يقود هاي السيارة ما حترتسم على وجهه ابتسامة لما يسمع هذا الصوت. الدوج دورانجو SRT هي من أكثر السيارات اللي جربتها اللي قدرت تجمع بين نقيضين بعالم السيارات، سيارة عائلية كبيرة وعملية ومريحة لسبع ركاب، وبنفس الوقت هي سيارة مسل كار شرسة ورياضية بصوت ما بيضاهي أي صوت من محرك الهيمي V8. وبسعرها اللي بيوصل ل 300 ألف درهم إماراتي بأسواقنا هي فعلاً خيار لازم تفكر فيه وتجربه. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتي لليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله.